هبه يعني برضو هسألك نفس السؤال، بدايتك كانت ازاي واشمعنى التنس وايه اللي حببك في الرياضه دي، وازاي قررتي انا هروح وهثبت نفسي وهبقى لاعبه محترفه؟ يعني عايزين نسمع ونتعلم بجد والله. هو انا اصلا بحب السباحه وكويسه فيها جدا، بس حبيت برضو اضيف حاجه جديده، يعني حاجه اكون اتميز فيها، فكنت بجرب بشوف مهاراتي اني افضل في ايه بالظبط، فلقيت رد فعلي سريع فقلت خلاص اخش مجال التنس. جربتي يعني سباحه الاول وبعدين رحتي التنس، لقيتي التنس مستواكي فيه احسن؟ وانا السباحه كويسه فيه، بس حابه برضو في رياضه تانية مش شرط بس السباحه. بس فجربت موضوع التنس، نزلت في الاول طبعا كنت في يعني ايه، قلت اخسر بقى رهبه الملعب، ابقى في وسط ناس اشوف هعمل ايه. نزلت عدت ما فيش اي مشكله في التعامل، كابتن برضو اداني اللي هو الطاقه عادي انطلقي في الملعب، لقيت الموضوع ما فيهوش اي مشكله، يعني مسكت المضرب الكوره بجري، لا لقيت ده حتى في مهارات ظهرت تانية في الملعب. شفتي بقى؟ برافو عليكي الحمد لله. يعني طب وانت كمان هنا بنتكلم انك يعني في افريقيا والوطن العربي، يعني مش بس محليا. هي اللعبه صعبه، يعني بتعتمد ان انت لازم تكون ليكي ستايل معين في التنس، زائد تجري بسرعه على الكوره، زائد لازم تحطيها جوه البوكس الناحيه التانية، فلازم تعملي كل ده في تايم واحد. حلو حلو جدا.